وما زلنا معكم في هذه الحلقات الخاصة والاستثنائية في عيد الفطر المبارك اللي بنحتفي فيها وبنحتفل بالأعمال الدرامية المتميزة اللي قدمت على شاشات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المعظم. والحقيقة مجموعة من الأعمال المتميزة جدا كانت بتعرض. طبعا بالتأكيد عمل جعفر العمدة كان من الأعمال التي أثارت الجدل وأثارت الشغف لدى المشاهد، وأيضا يعني تعتبر من الأهم الأعمال اللي نجحت وكان ليها صدى كبير جدا. العمل ده قدم مجموعة من الفنانين الموهوبين جدا اللي يمكن استطاع المخرج المتميز محمد سامي أنه يلقي الضوء عليهم بشكل كبير، وأصبحوا النهاردة بل بالعكس بس مش مجرد أن هم أصبحوا معروفين، لا كمان أصبحوا بينتقدوا وبيتهاجموا، والناس لما بتشوفهم في الشارع من كتر ما بتكرههم بقت مش طايقاهم، رغم ان في الاخر الموضوع تمثيل. معايا دلوقتي ضيفتي عملت جدل غير عادي على السوشيال ميديا بعد ما قدمت دورها في مسلسل جعفر العمدة. دورها كان مليان علامات تعجب واستفهام وخلاها شخصيه مثيره، الناس تتكلم عنها في كل مكان. دورها كان جديد عليها ومختلف عن طبيعتها اللي صنعت منها شخصيه ليها لحم ودم ومشاعر على الشاشه. معايا في الاستوديو ووداد مرات سيد العمده اخو جعفر العمده الإعلامية والفنانة الموهوبة جوري بكر. زيك. ايه التقديمة الحلوة دي؟ والله أنا قلقان منك النهاردة والله. شكلك كده مش عايز أقول لك، يعني الناس كلها قاعدة متربصة لك. بصي بصينك ازاي، مش حدش مش ايه الحكاية؟ ايه أنا واخدة بالي. ايه في ايه؟ بس هل تعبت ايه في الناس؟ بس هل الشخصية اللي قاعدة مع حضرتك يا أستاذ عمرو في الاستوديو هي نفس الشخصية؟ عملت وداد ده في رمضان احكي لي. دي عملت مصايب يعني. إيه عملت بركة إيه؟ في أستاذ محمد سامي، طلع من جوايا حاجات كنت عمري في حياتي متوقع إن أنا أعرف أعملها، إن أنا أبقى بنت شعبية، بس الحمد لله قضيتها بتكون كويس. توقعتي نجاحك كبير لشخصية وداد؟ لا بصراحة لا. الناس من كتر يعني ما صدقتك بقت بتلومك وبتهاجمك في رمضان بشكل كان رهيب، ومش قادرين يعني يقتنعوا ان اللي بيحصل ده كان تمثيل. دي حقيقة. حصل ايه معاكي؟ حصل ان انا لما دخلت جوه الشخصية، احنا يعتبر كنا عايشين شهرين في الحارة بتاعت جعفر العمدة بالشخصيات بتاعتنا، بلبسنا، كنا واكلين شاربين نايمين، وكنا دايما بنراجع مع بعض. احنا كنا بنراجع 10 15 انت وسيد وجعفر قاعدين مع بعض على طول، يعني على طول قاعدين مع بعض على طول بنتكلم وبنراجع السكريبت. واستاذ محمد تقريبا كان عايش معانا، كان بيذاكر لنا كل يوم. احنا كنا ده حياتنا لمده شهرين اللي حضراتكم شفتوه على الشاشه، ما فيهوش اي تغيير. فبقيت بتكلم زيها، بقيت بتحرك زيها، وطول اليوم طالعه ونازله بالشبشب القبقاب على الترابزين بتاع البيت، ودي تقول لي يا قشطه، ودي تقول لي يا حربوقه. يعني فبقينا للحظه صدقنا ان احنا بجد الشخصيات دي، ونسينا ان احنا الشخصيات الحقيقيه. طب قولي لي لما جالك الورق بقى عملت ايه؟ تعاملتي معاه ازاي؟ بص انا الورق جالي تاني يوم، يعني قبل يوم التصوير بيوم واحد، 24 ساعه. استاذ محمد كلمني الساعه 1 بالليل، الساعه 12 1 بالليل، كنت في العرض الخاص بتاع فيلم تحت تهديد السلاح، وكان معاه استاذه مايا عمر. فتقريبا كان في استاذه تانية مكاني ان هي المفروض تبقى في الدور، واعتذرت. المفروض هيدي كرم كانت المفروض تكون مكاني. واعتذرت لاسباب خاصه، واكيد لو كانت عملته اكيد كانت هتعمله حلو جدا. لقيته قال لي في الدور الفلاني الفلاني وليكي نصيب فيه هتاخديه، فليكي عندك اي التزامات. فكرتي في ايه اول ما جالك الورقه بقى وقريتيه؟ قلت له لما فهمت القصه كلها قلقت. قلقت، قلت له ده دور واحده صعبه قوي، ده دور واحده شريره قوي، ده دور الناس هتبقى فهماني غلط وهتبقى حطاني في حته انا مش حابه ان انا افضل محطوطه فيها للابد. بس هو كان دايما بيقنعني ان هو ليه رساله، بس برضه وداد صعبه، وداد حربوقه، وداد وحشه، وداد اتاذت من اهلها من اللي عملوه فيها، من حرمانها من 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 حياه او عيشه كويسه، من ان هي اتجوزت واحد غصب عنها، ما فيش فلوس، ما فيش بتاع. فانا هستغلكم بقى يا عيله جعفر، مادام ما خدتونيش من ما خلتنيش زوجه من زوجاتك الاربعه، فانا بقى هنتقم بقى، ما انا واخده واحد متجوزاه غصب عني، وانا اصلا كنت بحب. عملت الشر ده ازاي؟ جبت الشر ده منين؟ من النبي ما اعرف. لا انا عايز اعرف جبتيه منين. والله جبته من اللي انا شفته في حياتي. ازاي بقى؟ يعني شفت حاجات كتير برضو في حياتي بحكم غربتي، بحكم سفري وعيشتي لوحدي.
كنت بشتغل في ايفنت بدخل سيلبرتيز بقعدهم على التيبلز بتاعتهم في في اي بي ايفنتس، عملت كليبات، كان شغلي كويس جدا، انبسطت يعني، تعبت واشتغلت على نفسي كتير، فالغربه بتعلمك حاجات كتير. فلما رجعت مصر بس وجعتك واضح الغربه جدا جدا جدا، وجعتني طبعا عشان اتغربت بعيد. في الغربه اتوجعت عشان كنت محرومه من وجود اهلي حواليا، امي اخواتي ابويا جدتي اللي توفت وانا موجوده هناك في الغربه، اللي هي مربياني. انا قعدت احارب للفرصه اللي انا فيها ان انا اكون موجوده مع حضرتك طبعا يا استاذ عمرو 14 سنه، فلما ما لقيتش حد ساعدني وقعدت 11 سنه وجدتي توفت، اضطريت ان انا ارجع مصر. فقلت بقى ايه، انا خلاص. بس والدك والدك سابوك تعيشي 11 سنه؟ سابوني، بس كنت برجع اجازات كل سنه. بص انا يعني الاب والام صعب قوي يسيبوا، يعني هل البيت مستقر عندكم؟ لا يعني انا والدتي ومامتي منفصلين، وهما الاثنين بصراحه اجمل من بعض، يعني هما جمال. يمكن كان في مشاكل ما بيني وما بين والدي زمان بس اتحلت، ودلوقتي قربنا لبعض والدنيا تمام. في هما طب هل لومتي بابا على انك انت دفعتي ثمن في الاخر لخلافه؟ اكيد طبعا اكيد لومته، بس هو اكيد كان ليه اعذاره وكان ليه ظروفه، واكيد مش انا اول واحده في الدنيا اهلها انفصلوا عن بعض، او باباها مثلا مش موجود في حياتها، او امها مش موجوده في حياتها. بس فكره يمكن عدم وجود الامان ده في حياتي كان مسبب لي حاله كده من الذعر، من ان انا خايفه من الناس، من ان انا اي حد بيقرب مني بحس ان هو عايز ياذيني. بس لما جت لي الشخصيه بتاعت فلان حسيت ان هي بتشبهني شويه بالعيشه الصعبه كده، كانت شويه في يعني حياته ودات فيها من حياتك الشخصيه، فيها شويه من حياتي الشخصيه. العائلات زي العائلات اللي هم طول الوقت شايفينك قليل، او ان هم عايزين يجوزوك بالعافيه. بس انا والدتي ست يعني عظيمه، وبشكرها لانه من غيرها انا ما كنتش هكون موجوده هنا، ربنا يخليها لي يا رب. اضطرت ان هي تاخدنا وتربينا من بيت العيله، فكان بيت العيله مؤذي، ما كانش الطف حاجه. يمكن البيت العيله المنطقه الناس، فكل الناس بتحكم بالشكل الخارجي، دي سافرت دي راحت دي جت دي عملت دي لبست دي. اصعب اللحظات اللي مرت في حياتك انت بقى شخصيا كجوري ايه؟ الاسئله الصعبه دي بس يا استاذ عمرو. لا بس انا عايز الحقيقه لا والله الحوار جاب بعض. انا الحقيقه يعني يمكن ما كانش الحوار، انا كنت رسمه كده، بس الحقيقه كلامك يمكن الواحد برضو لما بيعرف ان المظهر اللي قدامها ما تعرفش جوه الانسان ايه. دي حقيقه. هي بص، الغربه بين قوسين تحس ان هي يعني غربه ملعونه، هي لعنه لعنه كبيره قوي على اي بني ادم. يمكن في ناس كتير بتستحملها وتقول لك عادي اعيش بره وبتاع. انا كان نفسي طول عمري اعيش جوه مصر، كان نفسي طول عمري ان انا اتقدر، كان نفسي طول عمري ان انا اكبر وانجح. السفر كان هروب بالنسبه لي، كان هروب من كل حاجه، من فقدان شغف، فقدان امل. اتحطمت نفسيا يعني، احبطوني وحطموني ولقيت مفيش امل في اي حاجه. تحبي تقولي لبابا ايه النهارده؟ اقول له يعني انا مسامحاه وانا بحبه، وهو انسان والله طيب وجميل. هو يمكن بس ساعات كده بتبقى فيه لحظات ما بين الازواج الشيطان بيوزهم، كل واحد عايز يبقى يقوى على التاني. بس صدقني ما فيش احسن من العلاقات الكويسه اللي هي مش السامه، العلاقات اللي هي الصحيه بين اي زوجين، ان الاثنين لازم يكونوا متفاهمين. يعني شافك مثلا في المسلسل بارك لك؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك بقى دلوقتي هو ماشي في كل حته في اسكندريه يقول ان دي بنتي، وبيوريهم صوري وفيديوهاتي، واهلي دلوقتي اللي كانوا شايفيني زمان ان عمري ما هوصل بيروحوا يقولوا له كل يوم احنا اسفين يا محمد، احنا اسفين سامحنا، وقول لمامتها احنا اسفين. فلانه مامتي يعني عرفت تربي كويس. رجعتي بقى ايه اللي حصل، ووصلت ازاي انك تعملي او توصلي لدور من ادوار البطوله في مسلسل مهم بتذاع في رمضان؟ والله يا استاذ بعد عمي. كل البهدله اللي عشتيها في حياتك دي، ما هو انا بقول لك انا حاسه ان انا لسه مصدومه، انا مش مصدقه ان انا يمكن حضرتك اللي قلت لي من شويه نجمه، بس انا لسه شايفه ان يعني مش قادره افهم، هل بجد انا بقيت نجمه؟ هل انا بجد بمشي في الشارع والناس بتطلع تجري ورايا؟ والحلو في الموضوع ان كل الكاتيجوري بتاعت الناس بتحبني، الناس اللي في الشارع يعني من الكبير للصغير. لا مش بيحبوك، هم مش طايقينك. لا والله لا والله، عايز اقول لك بقى مش طايقين وداد يعني، ما هم مش طايقين وداد. بس الحلو في الموضوع ان في ستات كتير حباني، يعني انا في مواقع الجروبات بتاعت البنات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، البنات. انت فعلا قلت ان كل بيت في مصر في واحده زي وداد؟ طبعا، يا نهار ابيض. طبعا. ده ما فيش بيت لا يخلي من الحربوقه، والنبي مستحقيه. والله اكيد بتبقى عارف، بتبقى من اقرب الاقربين. صدقي. وايه الجو بقى بما انك انت بتقولي لي انا قاعده مع سيد وقاعده مع جعفر، انت حتى بتسميهم باسمائهم في المسلسل. اول مره في حياتي اشتغل في مسلسل
كل الناس من اول بني ادم لاخر بني ادم كلنا يعني كلنا حابين بعض. الملكه صفصف جميله، هاله صدقي، ايمان العاصي، منه فضالي، الاستاذه مي كساب، زينه، احمد عبد الله، احمد فهيم. احمد فهيم بقى انا عايز اعرف، انت احمد فهيم ده جوزك المفروض اللي انت بهدلتيه وطلعتي عينه، انا اسفه يا سعيد، علاقتك بيه بقى شكلها ايه بقى في المسلسل نفسها ورا الكاميرا؟ ورا يعني الكاميرا بتجهزه ازاي بقى؟ البريبريشن ازاي؟ التجهيز ازاي؟ كل شويه يبقى ماشي في اللوكيشن هو قاعد بيراجع مع نفسه. استاذ احمد طول ما هو ماشي ببقى بقول له وانت بتكلم نفسك؟ يقول لي براجع يا بنتي، براجع، ذكري 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 ذكري. فاقول له طب تعالى ذاكر معايا. فكان يقول لي ازاي بقى اطلع الكلمه، ازاي ابص له، ازاي ابرق، يقول لي قولي وحسي وتعاملي، ونقعد نعمله انا وهو. يقول لي تعالي حتى نعمل بروفا، ويقعد يعيط ويقعد يتضايق وزعق له. ما كناش بنعمل بروفة كلام، كنا بنعمل بروفا مشهد، كنا بنقف اماكننا. يعني عيطته مثلا في المشهد الشهير طبعا، مشهد جوازك من شوقي فتح الله، من المشاهد المثيره جدا دراميا الحقيقه. هو عيط بجد، عيط بجد، عيط بجد. استاذ احمد بيعيط بجد يا جماعه، والله بيعيط بجد. كنا بنصور في المهندسين مشهد الفرح ده، ما خفتيش بعدها تمشي في الشارع؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، انا اسفه. مشهد الفرح ده انا عايزه اقول لحضرتك، يعني شوف انا انت قاعد هنا وانا هنا بصور، انا كنت خايفه اعدي في المشهد اروح اقف مع استاذه هاله صدقي من كتر ما هي بجد مصدقه الدور، وكلهم كارهني، بمنى فضالي، بايمان، بمي كساب، بايمان العاصي. اتضربوا جامد، اصل اتضربوا ووقعوا على الارض كتير واتبهدلوا فبسببي. بس ايمان عايز تستاهل تتضرب بصراحه بعد اللي عملته في الاخر الحلقه ده، انا اتفاجئت زي زيك. وتعمل الحقيقه طبعا، الحقيقه المسلسل مكتوب بشكل درامي جيد وفي حبكه ومغزول بشكل حلو الحقيقه. بعد ما عملتي مشهد الفرح ايه اللي حصل لك بقى في الشارع المصري؟ يعني وبعدين مش قصه حب يعني؟ كنا بنحب بعض بتاع سنه كده، هو بيحب المسلسل وحب المسلسل جدا يعني، بس مش عارفه الموضوع هيكمل على ايه. ربنا يستر عليه. ربنا يستر عليه، بس هو ابتدى فعلا يخاف مني بعد وداد. قال لي انا خايف يوم من الايام تعملي فيا كده يا وداد. انت برضو تبرئتك كانت صعبه، كنت بتبرئي ازاي؟ ايوه. والنبي يا احمد معلش خشي كلوز اب على وشها لو سمحت يا احمد، فضلك يا احمد. احمد خش عليها كلوز يا احمد. ايوه كمان يا احمد، عشان دي عندها تبريئه مع رفع. ايوه. والله يا سيد مش قادره اسامحك يا اخويا من اللي انت عملته فيا. بس دي ريا مسكينه يا جماعه دي. مش قادره. طيب. تبريئتي دي انا اتخضيت منها. لا ده انت في مشهد، انت لما ابوكي دخلك جالك البيت وانت متجوزه وتقولي لابوكي امشي، المشهد ده كان صعب قوي. كان اطلع يابا امشي بره، جاي اخد هدومي عشان الم هدومك وامشي. يعني ما هو اصل طول عمري كان، هو بتكلم على الشخصيه، وكان طول عمره اذيني. انت شفت كان بخيل ازاي؟ اعوذ بالله. قريت لك بوست انت كتبتيه، قلتي يا جماعه من فضلكم كلامكم بيأذيني، واللي حصل ده تمثيل اوعى تصدقوه. لدرجه دي انت دور وداد تعبك نفسيا؟ تعبني، وابتدى الكلام يضايقني شخصيا. يعني في كلام، في كلام، في كلام بيتقال، وفي كلام ما ينفعش يتقال، وفي كلام من اقرب الناس ليا. يعني انا مثلا ما اقدرش اسمح لاخويا يعمل لي ستوري مثلا ويقول وداد الرخيصه، يا رخيصه، يا واطيه، يا قذره، يا سفله. الكلام ده كله لما بيجي بيتحط على صورتي، وبضطر ان انا والدي، جوزي، ناس تشوف على صورتي مكتوب يا رخيصه كده بالبنط العريض، يا رخيصه، مش حلوه، مش حلوه، وجعتني، ضايقتني، وحسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك، انت ست، وانت ست، وانت ستيت بقى لحد الانستجرام هراني ما ست. تفتكري ده يعتبر نجاح ولا الم بالنسبه لك كممثله لاول مره تدوقي طعم النجاح؟ هو ألم كممثلة لأول مرة أدوق طعم النجاح. يمكن ناس كتير حواليا تقولي معلش اهدي، ده هزار، الناس بتحبك وبتهزر معاكي، صدقيني الناس بتحبك وبتهزر معاكي، الناس مش قصدها حاجة. بس واحدة واحدة دلوقتي خلاص بقيت، يعني خلاص، يعني بعد ما خلص المسلسل وخلص الموضوع والنجاح الكبير اللي حققه المسلسل خلاص. ايه سر نجاح المسلسل؟ هل كل انه ان في جزء شعبي؟ هل انه هو مليء بالأحداث؟ هل ان في تجانس بين العاملين؟ ايه تقديرك انت ايه؟ انا
يعني من اللي شفته حبنا كلنا للمسلسل، حبنا كلنا ان احنا عارفين انه لا احنا كنا واثقين يا استاذ عمرو انه المسلسل ده هيكسر الدنيا، من حب استاذ محمد سامي للمسلسل ومحمد رمضان وكرو العمل كله، كلنا كنا حابين بعض، بقول لك كنا عايشين مع بعض، ما كنتش تحس ان في حد داخل علينا ان هو نجم، النجم داخل يصور مشهد وماشي، لا احنا يلا ندخل. مين الممثلين اضاف لك في التمثيل؟ مين وجهك قال لك مثلا انا رايي تعملي كذا؟ مين منهم كان بيقول؟ اولا استاذ محمد سامي، ثانيا استاذ احمد فهيم، وبعدين استاذ محمد رمضان ساعدني في مشاهد، وهو اللي طلب مني في مشهد من المشاهد قال لي جوري عايزك تركزي مع استاذ محمد، لان استاذ محمد شاطر جدا في الديتيلز الصغيره بتاعه الممثلات، يعني هو شاطر بيعرف يمسك الست كده ويشربها الدور، زي ما وصل روجينا، يعني روجينا من يوم وليله استاذه روجينا الجميله هما بيشبهوني بيها، بيقولوا لي انت بتفكرينا بروجينا في مسلسل برنس، فهو اللي طلع الشخصيه دي منها. اصعب مشهد عملتيه كان ايه؟ هو طبعا المشهد بتاع ضربي بالشبشب كان صعب جدا، لانه المشهد اتعاد 6 مرات او اكتر من 6 مرات، الشبشب ما كان المفروض استاذ محمد طالب فيل. هل اضفتي حاجه للشخصيه؟ يعني هل انت حطيتي لمسات من عندك على الشخصيه اللي كاتبها محمد سامي؟ يعني كانت لمسات بتاعت يعني بتاعت اي واحده ست، لمسات التبريئه دي محمد سامي ولا انت؟ لا التبريئه ورفعت الحاجب دي، ورفعت الحاجب دي بتاعتي، المشيه وحركات ايد كده بطريقه معينه، الطرحه اللي هي اصل انا كنت بنزل بتمشى، انا بحب اروح الحسين كتير، بحب اروح السيده زينب، فكنت بشوف الستات بتمشي في الشارع لابسه ايه، كنت بحب اروح دايما للستات اللي هم لابسين عبايات، شوفها لابسه العبايه بقى وماشيه ازاي، وحاطه العبايه كده وماسكه الشنطه كده وماشيه يابا، مش كالطريقه دي، فدخلت في جدال مع كذا واحده عشان اشوف بس هي هترد عليا تتكلم معايا ازاي لما جات لي الشخصيه. برضو من حقيقه من ضمن الحاجات اللي لفتت النظر ليكي شخصيا، انت تنوعت شويه برضو، يعني في مشاهد كده طيبه، يعني فيها سن الطيبه، الناس برضو حست ان يعني المشهد مثلا بتاع لما جعفر جالكوا البيت وانت قاعده جوه وكنت مندهش انه جاي يسلم لفتح الله يقول له خلاص انا نعمل سلام عشان خاطر قول لي بس ابني فين، حسيت بتعاطف ولا انت صعب عليك جعفر ساعتها ولا يعني المشهد كان ايه؟ انا بالنسبه لي لان انا كنت لابسه وداد الشخصيه الوداد، انا اتكسرت من جوه وحسيت ان انا اللي هو زي ما يقول يا رب الارض تتشق وبتبلعني، اللي هو حسيت ان انا اكسر كل حاجه وابقى ماشيه في الشارع بعيط من غير ميك اب من غير شعر ولما شعري كحكه مبلول. ايه سر بقى العلاقه اللي بينك وبين مدام ماري منيب الفنانه العظيمه ماري منيب؟ يعني طلع على السوشيال ميديا كده حطوا لك صوره ماري منيب وقالوا انك انت قريبه ماري منيب. ده انا كان نفسي اكون قريبتها، ده انا من عشاق الفنان الجميل عامر منيب، ده انا لما بس كان بيدندن دندنه كده صغيره كنت بعيط. في علاقه بينك وماري منيب؟ لا للاسف، يشرفني في شبه بس في شبه شبه منها وانا شريره، لكن ما فيش علاقه خالص تربطنا ببعض. امال مين شيماء بقى؟ شيماء اللي هو انا. يعني انت جوري ولا شيماء ولا وداد؟ ولا وداد. لا انا شيماء اصلا، ده اسمي الحقيقي شيماء، لانه انا اصلا كنت مشتركه في مسابقه ملكه جمال مصر في 2014 فمصر كلها تعرف اسمي الحقيقي، بس انا اللي سميت نفسي جوري وعملت فيسبوك زمان اول ما طلع الفيسبوك وقلت انا هعمل اسم سينمائي كده وفي يوم من الايام هبقى نجمه، والله العظيم والله ممكن ناس كتير ما تصدقش الموضوع ده، بس انا فعلا عملت اكاونت على الفيسبوك وكتبت جوري بكر، قلت الاسم ده، واحد صاحبتي قالت لي شكله سينمائي قوي يا بنت هتبقي نجمه في يوم من الايام، فقلت لها فعلا هبقى نجمه في يوم من الايام وهتشوفي. اللي جاي ايه بقى؟ بتفكري في ايه بقى؟ اولا كل سنه طيبه وعيد سعيد عليكي. شكرا وعيد سعيد على حضراتكم والساده المشاهدين. بتفكري في ايه بقى؟ اللي جاي ايه بقى؟ والله هتشتغلي مع مين؟ ايه الادوار اللي هتعمليها الفتره الجايه؟ ولا هتركزي في الشر برضه ومش هتطلعي بره وداد ولا هتعملي ايه؟ ايه رايك في الشر؟ حلو. حسيت ان الشر جاب نتيجه يعني مع الناس، بس يمكن الشرير الادوار دي بالذات بتعيش مع المشاهد بيحبوها، ما اعرفش يعني يمكن مش عايزه اتحسر فيها، بس حابه ان انا اعمل ادوار حلوه بنفس الليفل اللي فيها دراما وفيها تمثيل، مش عباره عن دور بيبقى فلات كده، بيبقى دور يعني كده. يعني انت بتشتغلي مع مخرجين ايه مثلا؟ يعني في ناس قالت مثلا انت شغاله بس مع محمد سامي بس.
هو للأسف ما كانش بيتعرض عليا حاجات تانية من مخرجين تانيين. أنا ده أتمنى مش إن أول مرة اشتغلتي مع سامي، اشتغلتي معاه قبل كده؟ مين؟ مع محمد سامي. اشتغلت مع أستاذ محمد 3 مسلسلات، اشتغلت مع البرنس، واشتغلت مع لؤلؤ، ودلوقتي جعفر العمدة. أستاذة شيرين نفسي أشتغل مع، نفسي أشتغل مع أستاذة كاملة أبو ذكري، نفسي يعني، ده من يعني حلم حياتي إن أنا أشتغل، إن السخيفة دي اللي هي بتبقى عبارة عن مشهد، عبارة ست حلوة بس بتعمل كام مشهد أو بتقول كام حاجة وخلاص. فكنت دايما بقول لهم طب هو ما فيش حاجة تانية فيها أكتر دراما، فيها أكشن، طب فيها تمثيل، طب فيها كوميدي، أي حاجة يعني أمشي بيها نفسي. كانوا ما بيلاقوليش حاجة، فقلت طب خلاص. فكنت دايما والله يا أستاذ عمرو مسيبها على ربنا، فقلت أكيد في يوم من الأيام حد هيكتشف موهبتي أو في حد هيديني فرصة. وللأسف شركات الكاستنجز اللي كنت بروحها ما كانش برضو حد بيديني فرصة، كان يقول لي هايلة رائعة مش ممكن تجنني هنكلمك بكرة. قلت لهم بقالي 13 سنة كل يوم تقولوا لي هنكلمك بكرة هنكلمك بكرة. طب قولي لي، جات لك عروض تانية بعد المسلسل ده؟ لا لسه لحد دلوقتي تقريبا، لأن الناس لسه بتشتغل. عايزة أقول لك مش ناس كتير اتفرجت على المسلسل، ممكن في ناس كتير ممكن تبقى ضد المسلسل، في ناس كتير مش حابه المسلسل، فانت مش هتبقى عارف مين اللي بيتفرج، مين اللي حابب، مين اللي مش حابب. بس انا بشو يعني، في ممثلات كانوا بيكلموني بيباركولي على المسلسل، بس لسه ما فيش مخرج كلمني او حد كلمني مثلا قال يا جوري انت كنت رائعه او اتوقع ان هنسمع اخبار كويسه عنك. انت يا رب موهوبه والله واثبتتي نفسك في اتمنى المسلسل، وعملتي دور وداد بشكل باقتدار شديد، اتمنى وميلاد يعني نجمه جديده في سماء الفن زي ما بيقولوا. الحمد لله. وانا منتظر وهتتبع اخبار وبهنيكي واقول لك مبروك، نورتينا النهارده في واحد من الناس، وفي العيد كل سنه طيبه، وحضرتك واتمنى لك كل سعاده وكل نجاح. والحقيقه على قد ما كانت شخصيه وداد شخصيه قاسيه، لكن افرزت نجمه وفنانه موهوبه جميله. أشكرك. اتصور انها هتقدر تبدع وتبدع ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا استاذ عمو، شكرا على الاستضافه الجميله دي. يلا اختني بقى يا وداد، قولي بقى كلمي الجمهور والله اللي انت عايزاه قبل ما نخش الفاصل. يلا. مبسوطه جدا وشكرا بجد من كل قلبي على حبكم اللي انا بشوفه كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي. احب اوجه تحيه كبيره جدا لكل الاساتذه اللي كانت موجوده معانا في المسلسل، وكل الناس اللي انا اشتغلت معاهم في المسلسل. واحب يعني تحيه خاصه بين قوسين اشكر فيها استاذ محمد سامي واستاذ محمد رمضان، لان انا بيكم كبرت وانا بيكم موجوده في المكان ده النهارده، وكل الناس بتنادي اسمي، بتنادي على اسمي بسببكم. فاشكرك جدا يا استاذ محمد على الفرصه الجميله دي، وشكرا لاستاذ عمرو، ده طبعا كان حلم من الاحلام التانيه ان انا اكون يعني في استضافه حضرتك. انا وانتم طيبين وعيد سعيد.